Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's get started with today's lesson. Okay, let me finish this example we started last time. Okay, كان فكرة إنه نوجد CDF أو وجدنا CDF عن طريق enumeration, which is easy to do this into a table. هلا كان الفكرة إنه كيف بدنا نعملها إيش؟ How we represent CDF إيش؟ How we plot the CDF. Okay. أسهل إشي. Let's look into the CDF. Let's look into the PMF. Okay. We see the correlation or relation between the PMF with CDF. Okay. هلا we plotted this previously. This is the PMF. Okay. ففي عندي spikes على different points وطول كل spike اللي هي probability. هلا شو العلاقة بين CDF والPMF؟ طلعوا where is the place where is a step or spike there, okay. The place where is a spike in the PMF, there is a step into the CDF. There is spike in here, so there is a step in here. There is another spike in here, there is a step in here. There is a spike in here, there is a step in here. هلا ال height للستيب هذيك اللي هو بكون طول السبايك. فطلعوا هلا هون الستيب هاي الهايت تاعها 0.1 صح؟ اللي هي طول السبايك 0.1. هلا الستيب هاي الهايت تاعها مش 0.3 وانما 0.3 ناقص 0.1 اللي هو 0.2 اللي هي طول السبايك هاي. هلا خلينا نيجي هون. هلا هاي الستيب اللي هي من 0.4, طبعا هون في عندي discontinuity انقطاع, اوكي, من 0.4 ل 0.8. فهاي الستيب اللي هي الهايت تاعها 0.4 اللي هي جاي من السبايك اللي الهايت تاعها 0.4, اوكي. وهاي فكره انه البروبابيلتي لل 0.1.5 تساوي الاف اوف اكس لل 1.5 ناقص الاف اوف اكس للفاليو اللي قبلها, الفاليو اللي قبلها اللي 0.7, اوكي. وهلا انتو يو نو ذس از الفانكشن وي كول ات اقتران اكبر عدد صحيح, اوكي. ات از طلعوا ات از كلوزد فروم ذا ليفت, it is open always from the right, it is closed from the left, it's open from the right. Okay, هلا هاي شو علاقه البي ام اف بالسي دي اف؟ هلا هذا شو علاقته بهذا؟ نفس الشيء. اوكي, هلا في عندي هنا الاف اوف اكس للناقص 1.1, فعند الناقص 1 هي طلعوا it is closed which is 0.1 وبتضل مستمرة لحد ما يصير عندي new value اللي هي new value على ناقص 0.5, على ناقص 0.5 تطلع 0.3. This is 0.3, it's closed, بتضل بعدين ايش ثابتة, it is continuous لحد ال 0.7, على ال 0.7 بتصير 0.4 وهكذا, اوكي. طبعا قبل الناقص 1 بتكون ايش exactly zero, okay. Well, this comes from minus infinity. A value between the minus infinity and minus one, minus one open, تكون إيش zero. A value من الثلاث للإنفينيتي closed من عند الثلاث, open من عند الإنفينيتي, the probability it is one. Okay, تمام. Good, good. هاي no. كيف نعمل plotting لل CDF؟ لازم أكون مطلع إشي زي هيك. بعدين شو علاقة إيش؟ ال CDF كيف بطلعه من ال PMF or ال PMF من ال CDF. حكينا كيف ال CDF من ال PMF. لما يكون في عندي سبايك يكون عندي في exactly هناك step, طول الستيب اللي هي طول السبايك. طيب كيف بدي اطلع ال PMF من ال CDF؟ نفس الشيء, وين يكون في step يكون في سبايك. طلع في step هون في سبايك قبالها, قديش طول السبايك اللي هو الهايت تاع الستيب اللي هو 0.4 ناقص 0.3 اللي بتطلع 0.1, اللي هو هون 0.3 ناقص 0.1 اللي 0.2. واضح؟ فأجين لازم نعرف انه نطلع السي دي اف من البي ام اف ونطلع البي ام اف من السي دي اف ان ذا جرافيكال واي اور من التيبل اور من الانيوميريشن. هذول ما في مشكله عليهم لانه في معنى عليهم ايكويشن, بس اجين جست من الرسمه نعرف انه كيف بنجيبهم من بعض. اوكي, بيفور موفينج على نيو اكزامبل, ليت مي سي اف يو جت اني كويستشنز ان هير. دو يو هاف اني كويستشنز؟ Do you have any questions in here?
it should be this is intuitive يعني لازم يكون إنه سهل but again إذا في إشي not clear to you just okay ask me okay let's move on على example اللي هو هذا عبارة عن okay it's combination of two examples بالtextbook اللي هما 2.31 و 2.32 okay وهذا example على continuous random variable على continuous random variable ففي عندي هون طلعوا this is g of x of x so this is the PDF لا continuous random variable this is the PDF لا continuous random variable كيف عرفت إنه PDF again من إيش من السيمبل تاعه okay كيف عرفت إنه continuous من ال equations تاعه وهاي ال equations طلعوا this function is multi formula function يعني multi formula function يعني لما تكون ال x بالrange من 3 to 8 بكون له equation لما ال x تكون من 8 to 13 بكون له equation ثانية وزيرو otherwise هلا بدنا ننتبه ال otherwise ال otherwise كم فترة هون فيها احكوا لي okay ال otherwise كم فترة فيها yes جابوني جابوني ال otherwise كم فترة فيها فترتين اللي هما yes thank you صحيح اللي هم minus infinity للثلاث من 13 للإنفينيتي صحيح 100% okay otherwise يعني أي إشي خارج الفترة هاي okay okay هلأ هون مطلوب منا إن نوجد عند ال PDF بدي أوجد إيش ال CDF تمام بدي أوجد ال CDF إله okay okay وهذا رسمناه سابقا okay this is the triangle okay بس ما كانش معي الإيكويشنز تاعونه ومتذكر زميلكو جبريل سألني إنه عن طريق الإكويشنز يس هاي أجين هون راح نستخدم إنه نوجد السي دي إف عن طريق الإكويشنز فطلعوا من 3 to 8 عندي this is linear segment السلوب تاعه positive اللي هو البلوت لهاي الإكويشن من 8 to 13 عندي this segment اللي هو السلوب تاعه negative زي ما أنتم شايفين اوكي هلا الاذروايز اي شيء اقل من الثلاث واي شيء اكبر من 13 اوكي فهاي فيها عباره عن تدمج فترتين اوكي تمام اجين هون في عندي ثلاث فترات مختلفه اوكي اي نيد اجين زي ما هو البي دي اف عباره عن مالتي فورمولا السي دي اف راح يطلع عندي مالتي فورمولا ولازم اجي اجزئه على الديفرنت بيهيفير تاعه البيهيفير الاول بهاي الفتره البيهيفر الثاني بهاي الفترة، البيهيفر الثالث بهاي الفترة، والبيهيفر الرابع بهاي الفترة. اوكي؟ تمام؟ تمام؟ هلا راح تيجي تحكوا هي الفترة الأولى والفترة الرابعة نفس الإشي، نو no. هلا راح نشوف إنه مش راح يطلعوا نفس الإشي. اوكي؟ تمام؟ اوكي، كيف بدي أوجد السي دي إف؟ طلعوا أهم إشي ننتبه له إنه ما بصير أألف من عندي، شو يعني ما بصير أألف من عندي؟ وإنما باخذه على الإيكويشن، this is السي دي إف تاعي، اوكي؟ this is السي دي إف كيف بدي أوجد الـ CDF it is جاي من الـ integration من الـ PDF والـ integration طلعوا من minus infinity لإيش لا X هاي فكرة إنه حكيت لكم ما بألف من عندي بحترم إيش الـ definition this is the definition it is الـ integration من minus infinity لـ X للـ PDF وهذا اللي بدي أعمله هون اتذكروا it is الـ integration من minus infinity لـ X للـ PDF always كل فترة فخلنا ناخذهم فترة فترة الفترة الأولى اللي هي من ناقص إنفينيتي للثلاث من ناقص إنفينيتي للثلاث تمام طلعوا this is CDF وانتبهوا إنه الانتجريشن من ماينس إنفينيتي لX للPDF تمام ولا جبت إشي من عندي أخذته على الديفينيشن هلا باجي بسأل حالي الX طلعوا الX هيها الX أني قيمة any value okay من الناقص infinity للثلاث يعني ممكن تكون هون ممكن تكون هون ممكن تكون هون 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 اي value in here okay تمام good هلا بروح على الفانكشن الفانكشن بهاي الفتره شو بكون الفانكشن شو بهاي هلا بدي اجي اعوض مكان الفانكشن شو الفانكشن بهاي الفتره بكون ايش الفانكشن قيمته بهاي الفتره بكون ايش صفر صفر تمام طلعوا فاجين
هاي ولا غيرت عليها شيء. This is the definition تاعي من ناقص infinity لx، وهاي الفانكشن تاب اللي هو zero zero دي تاب. This is بعطيني zero مش c. c إذا كان indefinite integral. شو يعني indefinite؟ غير محدود. This is definite إلو حدود. فأجين هاي بعطيني exactly zero. تمام؟ بعطيني exactly zero. تمام؟ أيوة zero. تمام؟ هاي أول فترة أسهل فترة وخلصنا منها. خلينا نروح على الفترة الثانية. الفترة الثانية اللي هي من 3 إلى 8 وعندي الإكويشن. تمام؟ تمام؟ هلا طلعوا الجي أوف إكس. حكيت لكم تذكر كلمتي هاي، ما تألف إشي من عندك. السي دي أف عبارة عن الانتجريشن من ماينس إنفينيتي لإكس للبي دي أف دي تاب. Again, this is the definition تاعه. بدنا ننتبه هون إنه الإكس تاعيتي محصورة بين 3 و8. يعني الإكس ممكن تكون هون، ممكن تكون هون، ممكن تكون هون، ممكن تكون هون، ممكن تكون هون. يعني أي بهاي الفترة من 3 إلى 8 الإكس. بس أنا بكامل always من الماينس إنفينيتي، دائما حد التكامل السفلي ثابت، دائما بكامل من الماينس إنفينيتي. والإكس بعرف I am sure إنها بتكون هون، لأنه أنا إيش أنا مركز على الفترة هاي. أوكي هلا بدي أكمل من الماينس إنفينيتي لإكس، خلنا نعتبر إنها هاي الإكس تاعيتي، وممكن تكون الإكس هون. أوكي لما أكمل من الماينس إنفينيتي لعند الإكس، والإكس مجهولة هاي الفكرة، ممكن بت I am sure إنها محصورة بين 3 و8. شو لازم أعمل بالتكامل هون؟ احكوا لي شو لازم أعمل بالتكامل، شو لازم أعمل بالتكامل؟ بنجزئه. يس ثانك يو. ليش بدنا نجزئه دعاء؟ ليش بدنا نجزئه؟ لانه لازم الحد السفلي يكون ماينس انفينيتي، اعمل من ماينس انفينيتي مثلا لثلاث او من 3 ل 8 بعدين. يس لانه الفانكشن بغير البيهيفير تاعه. انا ثابت بدي اكمل من ماينس انفينيتي لهون، بس الفانكشن وانا ماشي قاعد بكامل فيه قاعد بغير البيهيفير، لازم اجزئ التكامل. فبجزئه من ماينس انفينيتي للثلاث، وهاي الفتره الفانكشن زيرو، زائد الانتجريشن من 3 لإكس مش لثمانية لإكس. أنا أطلعه هذا عندي الانتجريشن، بدي أخذه وأحط مكانه إشي إكويفلنت إله. هلأ الانتجريشن من ماينس إنفينيتي لإكس اللي هو الانتجريشن من ماينس إنفينيتي للثلاث زائد الانتجريشن من 3 للإكس، صح؟ إذا هذول بتدمجهم التو انتجريشنز، هذول التكاملين مع بعض بيعطوني من الماينس إنفينيتي لإكس اللي هو الديفينيشن. أوكي هاي ما بحطها 8 1. تمام أوكي. فهون بجزئه من ناقص إنفينيتي للثلاث ومن 3 للإكس. ليش 3؟ لأنه 3 اللي ما سميها بريك إنفليكشن بوينت، نقطة التحول بالاقتران تاعي. أوكي تمام. هلأ هاي زي أنتم ما أنتم شايفين this is zero. تمام عبارة عن ديفينيت انتجرال لزيرو دي تاو، بعطيني زيرو. هلأ هاي كيف بكاملها للدي تاو؟ أول إشي بكاملها بعدين بعوض حدود التكامل. هاي عبارة عن شو بصير؟ هاي التكامل تاعها سهل، بصير تاو سكوير. لازم تعرفوا this polynomial، ولا في أسهل من إيش الانتجريشن تاع البولينوميال، لأنه برضو جبريل زميلكو جبريل سألني المرة الماضية شو إحنا مطلوب منا البولينوميال، لازم تعرفوا كيف تكاملوا. this is بتطلع لي تي سكوير على 50 اللي هي تي سكوير ونص بالمقام، تضربها بال25 بتطلع 50، وهاي حد ثابت اللي هي بتطلع ناقص 3 على 25 في تاو، والتاو أجين بكاملها من الثلاث للإكس. طبعاً هذا وين الحد؟ هذا زيرو، ما اهتميتش فيه اللي هو هون، يعني كان مستطيع أحط زيرو تساوي تساوي زيرو زائد الشيء هذا، فأجين ما بهتمش فيه. هلا هون بس تعويض، تعوض الإكس وبعدين بتعوض الثلاث وبتطرحهم من بعض. إذا بتعوض الإكس بعدين بتعوض الثلاث وبترتب الحدود وبتعمل اللي هو توحيد مقامات وتجمع الأرقام مع بعض، بطلع عندك إشي زي هيك. هلا هون I am skipping الشغلات هاي البسيطة اللي أنتم بتعملوها هلا، بس أنت لازم تقعد تعمل هاي الأمور بيدك. يعني هلا إذا جبنا لك سؤال multiple choice بدك بكون هذا الجواب، ما بكون إنه بس تعوض يطلع معك الجواب، فلازم تعود إيدك الآن تعمل إشي زي هيك. It is easy. أوكي بس باجي بحكي لكم إنه لازم تعود إيدك، لأنه إذا أنك ناسي هاي الشغلات من زمان ممكن إنه ليش سهل تخربط فيها، وإذا خربطت فيها زي ما شفتوا بالمتير بالكوزات بنكون حاطلين لك أجوبة للإشي اللي بتخربط فيه. فبليز كونوا إيش
يعني accurate بالشغل تاعك. تمام، هاي الفترة الثانية وخلصنا منها. تمام، خلينا نروح على الفترة الثالثة. طبعا هذا اللي هو الجي اوف اكس وهي الرسمة تاعتي، والفترة الثالثة بتحكي لنا انه الاكس عندي اللي هو ايش، من 8 الى 13. هلا هون الاكس، I am sure الاكس تاعتي هون، يعني هاي ممكن تكون الاكس، وبدي اوجد السي دي اف بهاي الفترة. again طلعوا، دائما دائما بحط هذا مشان ما انساش، ما بحكي بديش احط الديفينيشن، ما احطش الايش التعريف، لا بحطه مشان ما انساهوش. فعبارة عن الانتجريشن من ماينس انفينيتي لاكس، اوكي، من ماينس انفينيتي لاكس، اوكي، لا البي دي اف تاعي. تمام، جود، اوكي. هلا والاكس هون حكينا، شو هلا بدي اعمل كمان مرة؟ شو بدي أعمل؟ شو لازم أعمل؟ شو لازم أعمل؟ نجزئ التكامل. أجزئ التكامل، أكم مرة هلأ بدي أجزئ التكامل؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات، لأني أنا بكامل من الماينس إنفينيتي، طلعوا قاعد أنا ماشي من الماينس إنفينيتي لعند الإكس، هاي الإكس وهاي الماينس إنفينيتي، وأنا ماشي طلعوا الاقتران أكم مرة بغير البيهيفر تاعه، هاي بيهيفر، هاي البيهيفر الثاني وهاي البيهيفر الثالث لعند الإكس، طبعا هون الإكس البيهيفر الثالث، أوكي. وهذا لازم أجي أجزئه، طلعوا لازم أجزئه من ماينس إنفينيتي لا زي ما حكى الدعاء لثلاث، زائد من ثلاث لثمانية. I'm sorry التابلت مش معي لأنها بالجامعة وبكتب بالماوس، صعب أتحكم بالماوس، ومن ثمانية لإكس. بدنا ننتبه هذا إنه هذا بعطيني الديفينيشن، وهذا اللي بدي إياه. أنا ما بألف، حكيت ما بألف، أنا بدي أطلع حاط الانتجريشن من ماينس إنفينيتي للثلاث، من الثلاث للثمانية، ومن الثمانية للإكس بعطيني من ماينس إنفينيتي للإكس. تمام، وهيك لازم أعمله. بعدين هاي تيجي أعملها زيرو، بعدين هاي أعمل الاقتران هذا، أوكي، بعدين هذا أحط الاقتران الجديد لأنه هاي زيرو من ناقص إنفينيتي للثلاث اللي هو زيرو، من الثلاث للثمانية هذا هو الفانكشن، من الثمانية للإكس اللي هي الإكس بعرف محصورة بين الثمانية وثلاثة عشر أي قيمة هون، هذا هو، أوكي. هلأ وبقدر أعمل هذا الإشي، تمام، بقدر أعمل هذا الإشي أوكي، ورح يطلع معي نفس الجواب، بس انتبهوا هذا الإشي عبارة عن كأني هذا الإشي اللي حطيت عليه مستطيل كأنه عبارة عن الانتجريشن من ماينس إنفينيتي لإيش؟ للثمانية، صح؟ لا البي دي اف، صح، من ناقص، اوكي، يعني كانه هذا يساوي شيء، هذا من ناقص 8 من ناقص انفينيتي ل 8، ذس از 8، اوكي، يا 8 من ناقص انفينيتي ل 8 من ناقص انفينيتي ل 8 للجي او اكس. هلا هاي بدل ما اعمله على تكاملي واتغلب فيه، مع انها واحد زيرو مش راح اتغلب فيها، طلعوا الانتجريشن من ماينس انفينيتي ل 8 الـ g of x، شو بقدر أعمل؟ بقدر إيش؟ بقدر أستخدم هاي، بس بعوض مكان الـ x 8، والـ x كان بـ 8، طلعوا ممكن تساوي 8، تمام؟ فبقدر أعوض لأني هاي أوجدته، بدل ما أعمله مرة ثانية، وإذا عملته مرة ثانية راح تكتشف أنك قاعد تعيد الخطوات تاعي، ما علي إلا أروح أعوض الثمانية، الإكس أعوض مكانها ثمانية، وهذا اللي هون عملت هذا الإشي، أوكي، تمام؟ تمام؟ أوكي، زائد ظل عندي هذا، لأني هذا ما عملتوش للآن، هذا بخليه لحاله، زائد الانتجريشن من ثمانية لإكس، اللي هو ناقص تاو على 25، زائد 13 على 25 دي تاو، أوكي؟ هلا اذا بتعوض الثمانية، اذا بتعوض الثمانية بالاقتران السابق، اوكي، بيطلع عندكم اكزاكتلي نص، بيطلع اكزاكتلي نص، اوكي، جربوها، عوضوا الثمانية هناك بيطلع نص. هاي كيف بكامله؟ ناقص تاو سكويرد على 50، اوكي، زائد 13 على 25 تاو،
وقاعد هذا كامله من 8 x. تمام؟ طبعا اذا بتعملوا كل شيء اوكي بس بنعوض الاكس هون بعدين بنعوض الثمانية هون اوكي بنطرحهم من بعض بنجمع لهم النص بيطلع عندكم الجواب هذا. Again please guys اوكي اعملوها بايدكم please 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 I am برجوكم انكم تعملوا هذا الشيء بايدكم اوكي مبين سهل بس اذا بتعملوا بايدكم بصير سهل عليك بالامتحان بس ما تحكي ما تطلع عليه وتحكي سهل بالامتحان ياخذ منك ربع ساعه او 10 دقائق اذا عملته هون بالامتحان باخذ معك نص دقيقه اذا ما عملتوش هون تحكي سهل يس وسهل بس راح يصير ياخذ معك وقت بالامتحان تمام جود هلا شو ظل عندنا خلا كملت كملت سؤال كملت احكوا لي لا ضل اربع ضايل عندي الفتره الرابعه والفترة الرابعة اللي هي إنها تكون الإكس إيش؟ هون إنها تكون الإكس هون هاي ممكن الإكس تاعتي نفس الإشي أنا بكامل all the way from طلعوا هاي برجع بحكي لكم ما بألف إشي من هنا This is the definition. بحترم ال definition. I need to respect the definition. هلا ال x حكينا إيش إنها هون. وأنا بكامل من ال minus infinity لل x. برضو لازم أجزء التكامل. لا الجزء الأول. الجزء الثاني. الجزء الثالث. Okay. وهاي السegment الرابع. فلازم يكون عندي ال integration من minus infinity للثلاث zero. دي تاو من الثلاث للثمانية للاقتران هاب من الثمانية للثلاثطاش للاقتران هاب ومن الثلاثطاش للإكس أوكي من الثلاثطاش للإكس للزيرو دي تاو أوكي تمام هلأ إذا مننتبه إنه الثلاثة انتجريشن خلني أعملكم إياها من ماينس إنفينيتي للثلاث أنا هيك لازم أعمل زائد من الثلاث للثمانية هاي 8 اتاكد اني مش كاتبها انفينيتي زائد من الثمانية للثلاثطاش هذول بقدر ادمجهم زائد طبعا هو انا لازم اعمل من الثلاثطاش للاكس انتبهوا هذول الاربعه انتجريشن تيرمز الاربعه تيرمز هذول الانتجريشن بيعطوني اكزاكتلي هذا الشيء اوكي وهذا اصلا انا بدي اشيل هذا واحط شيء اكويفالنت محله ما بصير انا اجيب تيرمز او انقص تيرمز من عندي فالانتجريشن هاد عبارة عن جزأته الأربعة انتجريشنز تمام؟ good هلأ الفكرة هون إنه لو أعمل هذا الإشي هون أحط زيرو بعدين هون أحط الاقتران هاد بعدين هون أحط الاقتران هون وهون بحط الزيرو بطلع عندي نفس الجواب وجربوها وبطلع رح يطلع معي نفس الجواب وإنتوا إيش جربوها ما أوكي تمام؟ تمام؟ بس أنا هذول الثلاثة انتجريشنز ليش أعمل كل واحد على حدة؟ بدي أدمجهم هذول إذا بتدمجهم من ناقص إنفينيتي للثلاث من ثلاث لثمانية من ثمانية لثلاثطاش بيعطيني الانتجريشن من أيوة هذول بيعطوني الانتجريشن خليني أكتبها هون من ناقص ثلاث إنفينيتي للثلاثطاش لل G of X تمام؟ لل G of X أيوة من ناقص إنفينيتي للثلاثطاش لل G of X وهذا الترم الرابع هذا فيه هذا دمجت أنا فيه 3 terms عشان شو؟ عشان اسهل على حالي. هاي ال 13 انتبهوا للانتجريشن هاد. هيو زي ما عملتوا هناك، انتبهوا للانتجريشن هاد والانتجريشن هاد، شو الفرق؟ شو وجه التشابه بينهم؟ متشابهات 100%. هذا الشيء اللي حاط تحتيه خط سوليد، وهذا متشابهات 100%، بس بدال الاكس 13، يعني هون بدي اعوض بس 13. ومش غلط اعمله. هيك مش غلط بس هيك it will take me time بس الفكرة هنا إنه إذا إني أنا ماشي فيهم sequential step by step هذا الجواب بكون عندي هون بس عوض هون ال 13 تمام أول إشي بنيجي على الاقتران هذا شو هذا نتيجة مش الاقتران الانتجريشن هذا شو نتيجته هذا شو هذا نتيجته هذا شو نتيجته هذا zero d tau definite integral شو نتيجته احكوا صفر هذا بيعطيني صفر هذا بيعطيني اكزاكتلي صفر وهذا اذا بعوض هون ال 13
تمام بيعطيني واحد. جربوا هون عوض ال 13 راح يعطيني واحد، ولو عملتوا هالتكامل ال 3 تيرمز سيكتي راح يعطيك واحد برضه. اوكي فاجين هاي اللي هي الواحد، وهاي بتعطيني 0 فهون بيعطيني واحد ايش كونستانت اوكي لا يعتمد على الاكس اوكي تمام اوكي. وهيك هاي خلصنا هيك كملنا كملنا جاوبوني كملنا يس كم جاوبوني كملنا يس كملنا. ليش؟ لاني عملت ايش الاربعه هذول انترفلز. هلا خليني اسالكم اوكي وين الجي اوف اكس تاعي؟ احكوا لي وين الجي اوف اكس تاعي؟ وين الجي اوف اكس تاعي؟ وين الجي اوف اكس تاعي؟ يس جابوني and 4 اللي هي 1. هلا دعاء ولا بشرى اللي حكت؟ دعاء 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 بتحكي this is الجي اوف اكس تاعي. في اجوبه ثانيه؟ في اجوبه ثانيه وممكن تكون كمان ثلاث لانها نفس الاشي. فبالتالي كلهم اوكي. ما انا حكيت لكم بما انه البي دي اف مالتي فورمولا لازم السي دي اف يكون مالتي فورمولا، فهاي الجي اوف اكس تاعي هيو، وهاي الجي اوف اكس تاعي وايش كمان مش بس هذول الثنتين، وهاي الجي اوف اكس تاعي، هاي الجي اوف اكس تاعي، فطلع لي اربعه فورمولاز. اوكي وينهم هذول الاربعه فورمولاز؟ كيف بكتبهم؟ بكتبهم هاي البي دي اف اللي هو هذا اللي جيفن، هذا اللي معطى بالسؤال. هيو طلعوا طلعوا اجين الاربع فترات اللي هي هاي الفتره الاولى، هاي الفترة الأولى، هاي الفترة الثانية، هاي الفترة الثالثة، وهاي الفترة الرابعة. عملت لهم just summarization. هاي اللي كانت zero، هاي اللي هي الإكس تربيع زد ناقص 6X على زائد 9 على 50 بالفترة من 3 ل 8، والفترة من 8 وبالفترة من 8 ل 13 بتكون هاي، والفترة من 13 للإنفينيتي بتكون تمام. This is كلهم الإكويشن G of X، بتيجي بتحكي it depends وين الإكس تاعتك، وين الاكس تاعي اوكي. وهذا هو اجين اللي هو الاكزامبل اللي بالتكست بوك اكزاكتلي اوكي. ذس از الاكزامبل اللي بالتكست بوك اكزاكتلي اوكي. هلا خلينا ناخذ اكسترا. لو انطلب مني بدي البروبابيلتي انه الراندوم فيريبل تاعي موجود بالفتره بالفتره طلعوا من 4.5 وعندها مساواه ل 16.5 وعندها مساواه الحمد لله. يس كيف هذا منجاوبه؟ كم طريقة عندي أجاوبه؟ كم طريقة أجاوب هذا أطلع حل لهذا السؤال؟ كم طريقة ممكن أجاوبه؟ كم طريقة؟ ممكن أخضع على البي دي اف وأكامل من 4.5 للثمانية لهذا الاقتران، وبعدين من 8 ل 13 لهذا الاقتران، بعدين من 13 ل 16 و7 بالعشرة لهذا الاقتران. بس الفكره هون انه ليش اخضع على البي دي اف واحنا عندنا بروبرتي للسي دي اف اللي هي هاي، كونه عندي السي دي اف وبدي البروبابيلتي انه الراندوم فيريبل محصور بتوين انترفال بتوين تو باوندز. شو يعني تو باوندز؟ بين حدين، حد سيرفل وحد علوي. بحكي لي انك بس بتطرح الاف اوف اكس، يعني بتاخذ الاكس 2 تعوضها بالاف اوف اكس، بعدين بتاخذ الاكس 1 تعوضها بالاف اوف اكس، بتطرح اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1. بدنا ننتبه هون، كانت عندنا مشكله بحاله الديسكريت، متذكرين عملنا شيفت ليفت، لازم تكون هون مساواة وهون عدم مساواة أوكي. وهي عملناها هالمرة الماضية لما كان عندي هون طلعوا لازم تكون هون مساواة، الحد العلوي مساواة والحد السفلي فيش مساواة تمام. Good أوكي. فكانت هون في عندي مساواة وفيش مساواة، فاضطريت أعمل شفت لفت لها وشفت لفت لها أوكي. هلأ تذكروا هذا الشيء أوكي. هلأ هون اعمل شيفت ليفت لانه قيمه للقيمتين ولا لقيمه واحده فيهم فقط؟
يس احكوا 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 قيمة واحدة اللي هي أربعة ونص. هاي جاهزة، هاي في عندها مساواة، ما في عندي مشكلة فيها، تمام؟ أوكي، بس عندي الأربعة ونص عندي مساواة، لازم ما تكونش مساواة، بدي أعمل شفت لفت للقيمة السابقة. القيمة السابقة شو القيمة السابقة للأربعة ونص؟ شو القيمة السابقة للأربعة ونص؟ يس أربعة وأربعة. ليش أربعة وأربعة؟ هاي الأربعة ونصون بتكون ثلاثة. نو طلعوا طلعوا هاي الأربعة ونصون بتكون صح؟ شو القيمة اللي قبليها؟ شو القيمة اللي قبليها؟ هاي القيمة اللي قبليها اللي هي ملزقة فيها مباشرة، مش الثلاث، وهذا continuous. هاي الأربعة ونص، النقطة اللي قبليها هون، فأجين هون باجي بحكي it is continuous. فمساواة وعدم مساواة ما بتفرقش معي. منين هاي الشيء هذا اللي بحكيه حكيناه سابقا، اللي هو اعتمدت. فما بعملش حالة الكونتينوس، لا بعمل لا شفت ليفت ولا شفت رايت. طبعا في شيء شفت رايت، طلعوا اعتمدت على هذا الشيء. اوكي اعتمدت على هذا الشيء، طلعوا اعتمدت على هذا الشيء انه في مساواه ولا ما في مساواه، كلهم equivalent. فهون اوكي على السريع، اوكي انا كنت هون لو اخبط يس اوكي سمي تمام اوكي. فاعتمدت على هذا الشيء، فهون بغض النظر هاي في مساواة هون وفي مساواة هون، أو فيش مساواة هون فيش مساواة هون، أو في مساواة وين ما يكون، ما بيحتلش هم. طلعوا الجواب بكون واحد، اللي هو باخذ هاي بعوضها بالسي دي اف، باخذ هاي بعوضها بالسي دي اف، باخذ هاي بعوضها بالسي دي اف، بطرحهم من بعض. 16 7 بالعشرة وين بعوضها؟ بعوضها هون، هاي 16 7 بالعشرة هون بعوضها، فبطلع واحد تمام. الأربعة ونص وين بعوضها؟ بعوضها هون. إذا بتعوضوها هون بالكالكوليتر بتطلع عندكم القيمة هاي، بتطرحهم من بعض بتطلع اللي هي 0.955. واضح؟ واضح؟ Again هلا let me pause in here for whatever half a minute. هون شو الأشياء to take away messages from here. Take away messages from here. خليني أروح على السلايدات هذول أسهل. إنه إيش؟ إنه المالتي فورميلا، إذا كان عندي بي دي أف مالتي فورميلا، السي دي أف لازم يطلع مالتي فورميلا. السي دي أف باجي بطبقه على كل انترفل، طلع مش مالتي فورميلا. إذا كان عندي البي دي أف مالتي فورميلا يعني مجزأ على أكثر من فترة، بكل فترة بأخذ الديفينيشن، كل فترة بأخذ الديفينيشن، ولازم أجزأ التكامل، لازم أجزأ التكامل. أوكي تمام، كل فترة لازم أخذ الديفينيشن وأجزأ التكامل كل فترة، بعدين بيطلع عندي السي دي اف مالتي فورمولا. تمام جود اوكي. طلعوا هون الفتره الاخيره تختلف عن الفتره الاولى كليا، مع انه بالبي دي اف هاي زيرو هاي زيرو، بس بالسي دي اف ما بيطلعش هاي زيرو هاي زيرو، لانها السي دي اف بيعمل اكيوميليشن يعني بيجمع البروبابيلتي اللي قبليه، فمستحيل هاي الفتره تطلع زي هاي الفتره. هون جمع كل البروبابيلتي لكل شيء قبليه بيطلع واحد، لانه الفانكشن خلص it vanish it vanish okay it vanishes okay. فبوقفها again لازم probability تكون واحد. هاي واحد. اثنين، اذا كان عندي probability ل probability question على السريع، واذا كان عندي CDF بستخدم CDF ما بستخدمش PDF، اسهل okay. راح يطلعوا نفس الجواب، بس CDF تعويض okay. زي ما شفنا هون PDF بدي اكامل okay. تمام، هو اصلا هو هاي المفروض انه كاملنا، وليش اعملها المره ثانيه. الشيء الثالث، حاله الكونتينوس بيختلف عن الديسكريت، مش راح احكي عن الديسكريت، حكينا عنه المره الماضيه، والمفروض انكم فهمتوا الاكزامبل هذاك. حاله الكونتينوس طلعوا
المساواة وعدم المساواة I don't care about it. شو يعني I don't care؟ ما بهتمش فيها، ما بهكلش همها بالمرة، بس يعني في مساواة ولا ما في مساواة عادي. ليش؟ لأنه حكينا البوينت إنك تدخلها أو تشيلها، لما حكينا عن البي دي اف البوينت إن ندخلها أو تشيلها ما بتفرق معي من البروبرتي هاي. clear؟ من البروبرتي هاي طلعوا إنه البوينت بحالة الكونتينوس، this is only the continuous, this is the property. طلع this is the property بحالة الكونتينوس random variable. Yeah؟ تمام. فالpoint بدخلها أو بعملها subtract أو بشيلها it is the same thing. فهون تمام الpoint أدخلها أو أشيلها it is the same، ما بعمل لها shift left ولا بحكلها. أوكي تمام، واضح واضح واضح. في questions في questions في questions سألوني please please please. questions تمام. إذا فيش questions okay let me okay move على new subject. but before moving على new subject let me because we got only 3 minutes. Okay, let me stop this session. Open new session. Inshallah, من هناك نبلش بالإيش؟ بالnew session. Okay. السلام عليكم ورحمة الله.